جانا قولي لي بقى، يعني بابا اللي حبيت في كرة السلة ولا ايه الوضع؟ انت عارفه طبعا يعني بابا كابتن هاني الألفي طبعا لعيب كبير ومن احسن لعيبه جيله في كرة السلة في نادي الاهلي ومنتخب مصر. هو اللي حبيبك ولا انت اللي طالعه بتحب اللعبه كده؟ لا انا طلعت لوحدي، انا من وانا عندي سنتين ابتديت اروح مع بابي التمرين وبقى انا لوحدي على جنب كده، بحاول امسك كوره اقلدهم هم بيعملوا ايه لغايه ما ابتديت اكبر. وحتى بابي ما كانش فاضي قوي ان هو يمرني او حاجه، فاتخدت على طول في الفرق والحمد لله كملت بقى لعبت ميني بدأت باسكت تتعلمي وتشوفي والدنيا وتحبي اللعبه. بالظبط. طب خلينا نتكلم عن تجربتك. انت ابتديتي من سن 13 سنه. الام بي اي زي ما قلنا في بدايه الحلقه بيعمل زي بيروحوا للعيبه يدوروا عليهم، زي كامبات بيدوروا على اللعيبه في افريقيا وزي كل القارات يعني. ازاي شاركتي في الجونيور ام بي اي وعندك 13 سنه؟ انا ممكن عندي 13 سنه، كنت لسه مخلصه بطوله المنطقه، كنا لسه واخدين بطوله المنطقه، ف هم فجاه كده لقيت الاتحاد بيبعت لي. الاول هم عملوا لنا زي اختبار كده في الاستاد، جمعوا كل لعيبه 2005 اللي هم الاتحاد اللي كويسين. عمل كده؟ تمام. الاتحاد جمعنا في تمرينه كده، اختاروا بقى منها اتنين، اختاروني انا وشذا وحسن، حسن من سبورتنج وشذا من نادي الزهور. فسافرنا الاول كان اسبوع في السنغال، يعني معسكر كده يعرفوا اللعيبه في الصيف طبعا. وبعدين احنا كنا 13 سنه فكنا لوحدنا، احنا الثلاثه بس مع بعض. سافرت لوحدك؟ سافرت انتوا الثلاثه مع بعض؟ كنا احنا الثلاثه بس. لا انا عايز بس اقف واحده واحده، يعني انت ركبتي الطياره من هنا من القاهره لوحدك؟ سافرتي رحتي اديس ابابا صح؟ من ترانزيت في ترانزيت في اديس ابابا، وخدت رحله طيران للسنغال دكار. كل ده لوحدكم؟ احنا الثلاثه بس لوحدنا. كانت تجربه صعبه؟ ما قعدتيش تعيطي بابا لا 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 ما خفيش الكلام؟ بالعكس، مش عيب تعيطي على فكره يعني، ما عادي، ما كلنا على صغيرنا عيطنا عادي. فلا كنت يعني بتحملي المسؤوليه. وبعدين كمان كنا احنا الثلاثه مع بعض، فالموضوع كان اسهل شويه يعني. ما كنتش لوحدي. طب قولي لي بقى، رحتي وصلتي السنغال حد كان مستنيكم؟ كان في هناك كوتش مستنينا في المطار. وكان شنطنا انا وشذا ضاعوا، مش ضاعوا، هم كانوا لسه في الطياره اللي جايين، الطياره اللي اتاخروا اتخلفوا عشان كان في اوفر ويت على الطياره فخلوها للطياره اللي بعديها. احنا طبعا يعني. طب ما عيطتيش لما لا 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 هو في اول اتخضيت قلت شنطتي مش جايه. كنت صغيره بقى مش عملت فاهمه. إيه؟ ما عملناش حاجه، كان في حد اول ما نزلنا من الطياره على طول كان في حد مستنيها هناك، اخدنا وقلت له ان شنطتي ده لسه ما جاتش، قال لي ما تلاقيش خالص. عملنا زي اللي هو ريبورت كده عشان شنطتي ضايعه وكده. كويس قوي ان انا كنت بابي كان قال لي صوريها علشان صوري شنطتي علشان شفتي بابا بيديك الخبرات. كان معايا على طول، كنت على طول بكلمه عشان توريهم صورتها. قال لي عشان لا قدر الله لو مثلا ما جاتش ابقى معايا صوره. انا عايز اقول لك ان انا لفيت العالم كله وما صورتش ولا شنطه ليا. يعني انا خدت منك نصيحه على الهوا، انا هصور بعد كده كل الشهور. يعني صورتيها ورحتي وقلت لهم والله الشنطه بتاعتي. هي دي الشنطه. تاني يوم على طول هو كمان الكوتش، احنا رحنا الاوتيل بقى ونمنا، وتاني يوم لقينا الشنط جت لنا، هو الكوتش راح جابهم. اتمرنتي ازاي من غير احنا كنا عاملين يعني عاملين حسابنا، كان معانا الشنطه. الكايون كان فيها بقى طقمين الباسكت وجزمه وكل حاجه. واتمرنت اول تمرين هناك؟ طب قولي لي احساسك ايه؟ هو الملعب مكشوف ولا صاله؟ لا كانت صاله بس كانت حر جدا يعني، ما كانش في اي تكييف او اي حاجه. طبعا السنغال امكانيات بتبقى ضعيفه بس روح. مع ان كان في سيتي تانية كانت فيها بقى صاله وتكييف وصاله تحفه يعني. بس لا يعني سؤال، انت رحتي المدينه اللي ما فيهاش الصاله الحلوه، فاكرها اسمها ايه؟ حاجه بالتي اتش. مش فاكره بس ما كناش في دكار. مش مشكله، بس انت لما رحت هناك يعني تأقلمتي على الجو وتأقلمتي. كنت كام لعيب؟ احنا كنا حوالي 12. 12 لاعب بس؟ منهم ثلاثه من مصر. يعني 12 لاعب شاركتوا في الام بي اي جونيور. قعدتوا قد ايه؟ اسبوع؟ 12 بنات. 12 بنات؟ انا فاهم. يعني قصدي 12 بنات. انا اسف، منهم اثنين من مصر. ايوه صح كده. وولاد زيهم؟ حسن هو الوحيد بس، هو كان واحد مصري من 12 مصري ولد. اتمرنتوا اسبوع؟ اتمرنا اسبوع صبح وليل. صبح وليل ومش كل الايام طبعا. صبح وليل، وكنا كمان بيودونا اماكن مش شوبينج قوي عشان ما كانش فيه في السنغال حاجه، اطفال لسه. بس كانوا بيودونا مثلا الصاله اللي هي اللي انا قلت حاجه عليها الكويسه دي، كان فيها ماتشات بتلعب هناك بس في السنغال. اللي هم الاكبر مننا، فرحنا اتفرجنا على ماتش كده ورجعنا على طول يعني. طيب وال 12 لاعب دول اختاروا منهم كام بقى؟ يعني ايه اللي حصل بعد الكامب ده؟ هل بعد الاسبوع ده رجعت القاهره تاني
ولا رحتوا شاركتوا في حاجه ولا عملتوا ايه؟ لا احنا كنا بنستعد علشان نلعب البطوله، كانت البطوله في اورلاندو فلوريدا. البطوله في نفس الصاله؟ لا كانت في امريكا. في امريكا اه، يعني انتوا استعديتوا الكامب ده في السنغال عشان منتخب افريقيا، فاتجمعنا في السنغال يعني المعسكر كان في السنغال عشان نجهز للبطوله اللي في امريكا. رحتوا بقى من داكار او من السنغال لامريكا، ولايه ايه؟ فلوريدا اورلاندو. اه فطبعا السنغال الدنيا قريبه، انتوا عديتوا المحيط بس، انتوا لو طرتوا من مصر هنا 13 ساعه 11 وربع ساعه راجع و13 تقريبا. بس عملنا ترانزيت برضه تهيألي في المغرب او حاجه، مش ترانزيت لا تهيألي احنا راجعين. لا ترانزيت المغرب ده مستحيل، لان انتوا اقرب كمان لامريكا لان السنغال في اقصى غرب القاره. طب انتوا رحتوا امريكا صح؟ وبعد كده فلوريدا دايركت فلايت ولا عملتوا ترانزيت في حته؟ عملنا ترانزيت. انا مش فاكره قوي عشان نزلتوا في حته عملتوا دوميستيك فلايت رحتوا على فلوريدا. طيب لا البطوله رحتوا على الماتشات على طول ولا اتمرنتوا؟ لا اتمرنا، كنا بتهيألي جايين يوم قبلها فاتمرنا تمرينتين او حاجه. اتمرنا قبل البطوله كنا جايين يومين بدري قبل البطوله. اتمرنتوا فين؟ فاتمرنا